8 مباريات لا تعادل، بالتالي في 8 فازوا و 8 خسروا. الشباب والاتحاد في الصدارة فارق الأهداف، بعدين بجينا التعاون والهلال، أبها والطائي وضمك والنصر كلهم 3 نقاط، بعدين 8 ما عندهم ولا نقطة، الرائد والاتفاق والفيحة والوحدة والخليج والفتح والباطن والعدالة. تتفق دكتور أنه الرابح الأكبر هو الطائي؟ صحيح. ليه صحيح؟ لأنه يعني هي المشكلة الكبيرة بالنسبة للطائي أنه كان متأخر أول مرة يعني بهدف، بعدين أجا الهدف الأول والثاني بنفس الوقت. أنا أصور الطائي إمكانية كبيرة جدا لهذا الموسم، لكن لحد الآن فاز على الاتفاق. نعم فاز على الاتفاق، يعني إحنا اعتبرناه الرابح الأكبر، اعتبرنا مباراة 6 نقاط. تصورت الفرق الثلاثة صعدت، ثلاثة خسرت، هذا جايين عليه في صح بعد. يعني هذه المشكلة لما الفريق انت عندك بالدرجة الأولى موجود وبالممتاز موجود من الأول ويفوز، بالنسبة إلى 3 نقاط بداية الموسم مهمة جدا. أبو عبد الله، اعتبرنا الخاسر الأكبر هو الرائد. الرائد نعم، لأنه سجل هدف أبو كرم وخسر في المباراة، ولكن أيضا أشرك معه حقيقة فريق الفتح اللي لعب امام جمهوره وارضه وخسر بهدفين رغم المستوى اللي قدمه بكرم في هذه الجوله تحديدا، لان هناك فوز 8 فوز وثمان فرق خسائر، فهنا من وجهه نظري اكثر من خاسر واكثر من رابح. يعني حتى بالنسبه للفيحاوي يضمك، الفيحاء الشوط الاول ضيع اضاع 4 اهداف، وممكن يكون من ضمن اكبر الخاسرين في الجوله. بس احنا عم نحسبها احيانا لما بيلعبوا فريقين من نفس، يعني لما يلعب الهلال مع الخليج غير لما يلعب مثلا الطائي مع الاتفاق. شوي انه عم نحكي بالاخير عم بيتنافسوا على الهبوط. مدرب الجوله اخترناه شاموسكا، ما شاء الله شاموسكا كل يوم مدرب التعاون. يعني هي هاي النقطه، انه انت لما سجل هدفين، يعني بهذا المباراه سجل هدفين، ولو نجي على الواقع يعني ما كان الأفضل. ولكن هو طريقة اللعب، الأداء وطريقة اللعب هي وصلت للمرحلة، يعني هي وصلت إلى الهدف. يعني مرة هل أنت أحيانا بتقول المدرب ما كتير له بالحصة أكثر من 30%؟ بس هون صحيح. هو له أكثر من 30%؟ إيه له أكثر، لأنه ذاك الفريق كان أفضل. يعني كنوعية اللاعبين وطريقة اللعب ذاك الفريق كان أفضل، لكن هو قدر يحافظ بطريقة صحيحة يعني تكتيكيا وقدر أنه يفوز في المباراة. طيب. أنا أصور هي هاي الكريدت. موافق، تتفق أبو عبد الله ولا لا تتفق؟ أتفق حقيقة، لأنه مثل ما قال الدكتور المعادلة، كان الفتح منتشر، كان الفتح لأكثر فرص، كان الفتح لأكثر تهديف، ولكن التكتيك اللي لعب فيه مدرب التعاون أنا أعتقد هو اللي يعني أوصل التعاون لثلاث نقاط. طيب، اخترنا اللاعب المرحلة أو رجل المرحلة هو أرون بوبنزا لاعب الشباب. أتفق تماماً أبو كرم، هو سجل هدف وصنع هدفين، أعطى انطباع لجميع الجماهير الشبابية ان هذه احد الصفقات الموسم ثقيله جدا للملاعب السعوديه. ايضا اضف الى انه مهاره ويسجل ويصنع، لاعب مقاتل داخل المستطيل الاخضر ابو كرم، وهذا ما يبحث عنه حقيقه فريق مثل الشباب. على موضوع